زيت الزيتون مع الثوم استخدم منذ القدم لعلاج العديد من المشكلات الصحية، يستخدم من العديد من الناس. طبعا زيت الزيتون والثوم بيستخدموا العديد من الناس لأنه له فوائد طبعا من كلا هذين طبعا الرائعين الزيتون والثوم. فحنتعرف على فوائد زيت الزيتون والثوم كلا على حدة، وطبعا عند تناولهم سويا حيتم الحصول على جميع فوائد زيت الزيتون والثوم معا. أنا دكتور صبحي اليازجي، تابعوني بعد الفاصل حتى نتعرف على فوائد زيت الزيتون والثوم معا، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا فيكم. زيت الزيتون معروف طبعا هو من المكونات الأساسية في النظام الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، بتميز باحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، مضادات الأكسدة اللي بتحمي الجسم من تلف الخلايا والشيخوخة. فبيستخدم زيت الزيتون في الطبخ، صناعة الصابون، المواد التجميلية والأدوية وغيرها. في العديد من فوائد زيت الزيتون، من هذه الفوائد أنه بيحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. طبعا هذه من الخصائص المميزة لزيت الزيتون والثوم. فبيتميز زيت الزيتون بقدرته على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات، وبساعد في محاربة الالتهابات وحماية الكوليسترول في الدم من خطر اللي هو الإصابة بهذه الأمراض. أيضا زيت الزيتون يساهم في حماية القلب من الأمراض، فبيساعد زيت الزيتون في تخفيض مستويات ضغط الدم وحماية الكوليسترول في الدم والدهون الضارة طبعا اللي هو بنسميها low density lipoprotein من التأكسد، وهذا طبعا بحسن صحة الأوعية الدموية. الزيتون بقلل من خطر الإصابة بالسكري. فوجد أنه زيت الزيتون إلى جانب النظام الغذائي الصحي بساهم أنه يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. طبعا هذا نتيجة لتأثير زيت الزيتون على حساسية الأنسولين والسكر في الجسم. وبرضو الثوم له خصائص بتنظم مستويات السكر في الدم، عشان كده ممكن تصنيف هذه الفائدة ضمن قائمة فوائد زيت الزيتون والثوم الرائعة. زيت الزيتون يمتلك خواص مضادة للبكتيريا. وجد أنه زيت الزيتون البكر اللي هو الفيرجين أوليف أويل له قدرة على محاربة 8 سلالات من البكتيريا. تناول 30 جرام من زيت الزيتون يعني تقريبا ملعقتين انه يزيل الجرثومة الملوية البوابية. طبعا اسمها هيليكوباكتر بايلوري او اتش بايلوري اللي تسمى معروفة باسم جرثومة المعدة. هذا طبعا بيزيلها بنسبة من 10 الى 40% عند الاشخاص في اقل من اسبوعين. نتعرف على فوائد الثوم، هذا الصيدلية الطبيعية الموجودة في كل بيت. الثوم بيستخدم بشكل واسع في الطعام لأنه طبعا بيعطي نكهة قوية ورائعة للي هو الوجبات، وطبعا بسبب فوائده العديدة في معالجة العديد من الأمراض. حنتعرف على فوائد الثوم اللي لو جمع مع فوائده، هذه الفوائد مع فوائد زيت الزيتون، سيخرجان لنا بفوائد زيت الزيتون والثوم الهائلة والرائعة. من أبرز فوائد الثوم أنه بعزز مناعة الجسم. فالثوم تناوله بعزز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض ومنها الإنفلونزا ونزلات البرد. بحسن برضو مظهر الشعر والجلد. ليش؟ لأنه له خصائص مضادة للأكسدة والمقاومة للبكتيريا. فبيساعد الثوم على تحسين وتقوية الشعر والجلد. لما نجمع زيت الزيتون والثوم معا ووضعهم على البشرة فالنتيجة ستكون جدا جيدة. لكن ممكن انه يتحسس البعض وليس الكل من اللي هو الثوم وزيت الزيتون معا، عشان كده طبقوهم على منطقة صغيرة في الجلد وراقبوا. إذا حدث بعد ربع ساعة على الأكثر تحسس فتجنبوا استخدام زيت الزيتون والثوم معا، هذا لمن يتحسس منه. أيضا ينقي الجسم من المعادن الثقيلة. فالكبريت الموجود في الثوم عند تناوله بكميات كبيرة بيحمي من تلف الأعضاء بسبب سمية المعادن الثقيلة. الثوم برضو بيساهم في حماية القلب والأوعية الدموية. فالمساهمة في حماية القلب من اللي هو الأمراض من هذا طبعا تعد من فوائد زيت الزيتون والثوم المشتركة. بالنسبة للثوم وجد أنه له آثار إيجابية على صحة الأوردة والشرايين وضغط الدم، وطبعا كمان بقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين. فخلايا الدم الحمراء
بتحول الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين اللي طبعا بدوره بيوسع الأوعية الدموية، النتيجة تنظيم ضغط الدم. والثوم بينظم نسبة الكوليسترول في الجسم، فبيقوم بالمعادلة بين نسبة الكوليسترول الجيد والسيء. أيضا من فوائد الثوم الرائعة أنه بيحارب مرض الزهايمر والخرف، فلا بسبب الخواص المضادة للأكسدة المعروفة عن الثوم يتميز فيها هذا طبعا المكون الرائع الطبيعي الموجود في كل بيوت في كل بيت من بيوتنا، فبيقوم بحماية الجسم من التلف التأكسدي نتيجة لغناه بمضادات الأكسدة. طبعا هذا التلف التأكسدي اللي تتسبب فيه الجذور الحرة، وطبعا لأنه مضاد للأكسدة فبالتالي يؤدي إلى تحييد هذه الجذور الحرة، وبالتالي يقلل الأمراض الشائعة المرتبطة بتلف الخلايا زي الزهايمر والخرف وأمراض القلب والشيخوخة وما إلى ذلك. أيضا مضاد للالتهاب، وجد أنه الخواص المضادة للالتهاب لزيت الزيتون والثوم بتساعد على حالات التهاب المفاصل والعضلات. برضو كمان بعالج القدم الرياضية، الثوم بيساعد في محاربة الفطريات اللي هي تسمى التينيا بيديز اللي تسبب القدم الرياضية. وطبعا لاستغلال فوائد زيت الزيتون والثوم في هذه المهمة ننصح بإضافة زيت الزيتون إلى الثوم ودهنهم على اللي هو القدم. طيب ما هي فوائد الثوم وزيت الزيتون للعضو الذكري؟ عرفنا طبعا منذ فترة طويلة انه الثوم وزيت الزيتون ممكن يساعدوا في تقليل مخاطر إصابة اي شخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن الآن نجد انه مفيد للجنس ايضا والعضو الذكري. بيحتوي الثوم وزيت الزيتون على نسبة عالية من عنصر يسمى الأليسين، وهذا طبعا بيساعد في تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم للأعضاء التناسلية لدى الرجال والعضو الذكري، النتيجة بحسن الانتصاب وببطئ اللي هو مدة القذف، يعني بيعالج اللي هو بيساهم في معالجة سرعة القذف. الثوم وزيت الزيتون بحافظوا على صحة الأوعية الدموية وبحسنوا الدورة الدموية، النتيجة تحسين الانتصاب وجعله بصورة أفضل. لما يتم تدليك العضو الذكري بزيت الزيتون الممزوج بالثوم، كيف نفعل ذلك حتى نحوز على هذه الفائدة أيضا خارجيا؟ بتم تسخين زيت الزيتون على النار وبتم مزجه طبعا مع اللي هو الثوم المضروب مسبقا في الخلاط، وطبعا بتم غليهم مع بعض، ولما يصير نتركه بعد الغليان حتى طبعا يبرد حتى يصبح دافئا، بيتم دهنه وهو دافي على العضو الذكري حتى يتدفق الدم للعضو الذكري، النتيجة حدوث الانتصاب، ويستمر ذلك بذلك طبعا الدهن 10 أيام على الأقل حتى يعالج الشخص من ضعف الانتصاب. طريقة تحضير زيت الزيتون مع الثوم، بيتم تقشير الثوم وبنقطعه لقطع صغيرة أو بنهرسه، بيضاف الثوم لزيت الزيتون وبنفضل تركهم يوم كامل قبل الاستخدام، ويضاف المزيج الناتج بجانب الأطعمة، ممكن تناوله لوحده ممكن إضافته للأطعمة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.